الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. سيد الرئيس. شكرا سيد السيدة الرئيسة. سيد الوزير المحترم، اليوم هذه ساعتين نحن كنتكلموا البرلمان كيتكلم على العالم القروي، لأن العالم القروي مظلومة سيد الوزير، وأنت وأنا ولد أبناء العالم القروي. سيد الوزير المحترم يشتكي ساكنة العالم القروي، يشتكي عدد كبير من ساكنة العالم القروي من انقطاعات التيار الكهربائي، أحيانا يزيد على 3 شهور سيد الوزير. مع العلم سيد الوزير، العالم القروي هو اللي كيصوت علينا، هو اللي مسكين، هو اللي كيجيبنا هنايا، ماشي المدن. مع العلم السيد الوزير، المدن شاعله والعالم القروي الدور ديالك وديالي السيد الوزير مطفي، واش ماشي حق هذا يا سيد الوزير؟ وشكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيده رئيسة. اولا السيد النائب، الحكومه تولي اهميه للعالم القروي كما تولي للعالم الحضري على شكل يعني على قدم المساواه. فاللي بغيت ناكد عليه هو انه الانقطاعات اللي تكلمتي عليها يمكن تصنيفها 4 ديال الانقطاعات. كاين انقطاعات مبرمجه من اجل الصيانه، انقطاعات استعجاليه غير مبرمجه لكن تتم في بعض الحالات قصد اصلاح الخلل، وهناك انقطاعات غير مبرمجه او مفاجئه ناتجه عن الاعطال التقنيه والتي تتعرض لها الشبكة الوطنية بسبب رداءة أحوال الطقس. ورابعاً الانقطاعات الكهربائية نتيجة سرقة الطاقة الكهربائية بواسطة الربط المباشر دون عدادات ودون احترام شروط السلامة، حيث أن هذا الاستغلال المفرط في بعض الأحيان والعشوائي ينتج عنه تزايد الضغط على المنشآت والتجهيزات الكهربائية وبالتالي يؤدي إلى إتلافها. الحكومة واعية بهذا الموضوع هذا، ومع المكتب الوطني يتم العمل على وضع واحد البرنامج لمعالجة كل هذه الملفات. شكرا السيد النائب. تعقيب السيد النائب. الوزير المحترم بدا هذا الكلام كله غلط، ماشي الحقيقة هي هذه. أنا قلت لك السيد الوزير 3 شهور المكتب في إفلاس والحكومة تدعمه بدون مراقبة ولا محاسبة. مع العلم كاين سوء تسيير وسوء تدبير، انعدام الشفافية والصفقات المشبوهة، كاين بعض الشركات تعمل مع المكتب تهي قلت لك مشبوهة. والآن المكتب السيد الوزير، اليوم المكتب في إفلاس والمدير من 2017 والمرسوم ديال الوزير الأول كيقول 5 سنين، اليوم هو في إفلاس. كنت كتدعموه؟ كتدعموا واحد ما خدمش مزيان؟ يكون أنا عندي شكرا السيد النائب. شكرا شكرا السيد النائب. شكرا السيد النائب. شكرا السيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ شكرا السيد النائب. شكرا السيد النائب المحترم، من فضلكم، من فضلك السيد النائب، من فضل السؤال، هل هناك تعقيب اضافي؟ هل هناك الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الرئيس. الله يخليكم الله يخليكم. شكرا السيدة الرئيسة. راه معلوم غادي يكونوا انقطاعات، لأن لوينو تخلط فيها ما بين الضو والماء، خصهم يتفرقوا، الماء بوحدو والضو بوحدو، وما غادي يكونوش انقطاعات. أما في الوقت الراهن مع الخسائر الكبيرة اللي كاينة يبدو على أن كاين صعوبات وغتكون بدون شك. شكرا شكرا السيد الرئيس. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. السيد النائب المحترم، الحكومه تدعم المواطن البسيط، لان المواطن البسيط اليوم الان الكلفه ديال الكهرباء اللي تيخلص عليها 100 درهم راه الكلفه الحقيقيه ديالها هي 175 درهم. هذا علاش الحكومه اعطات اعتمادات ماليه لهذا المكتب هذا. والى عندك السيد النائب ما يفيد يعني الاختلالات اللي تكلمت عليها، هناك قنوات كبيرة جدا خاصة في مجال الفساد، المحاكم راه مفتوحة والنيابة مفتوحة العامة. وبالمناسبة أنا لم أتوصل بأي ملف. شكرا سيد نايب. شكرا سيد وزير.